أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة الحوارية لما وراء الحدث. بدأت اليوم البنوك الأربعة وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس صرف قيمة شهادات ادخار قناة السويس بعد استثمارها لمدة 5 سنوات بفايدة بتقدر ب 12%، وكان إجمالي قيمة الشهادات بيقدر وقتها ب 64 مليار جنيه. والنهاردة نقدر نقول أنه بعد أكثر من 4 سنوات استطاعت قناة السويس الجديدة ومشروع محور تنمية قناة السويس تحقيق عائدات استثمارية فاقت كل التوقعات. خلونا نعرف أكثر عن المكاسب التي حققها المشروع وأيضا دوره في زيادة معدلات التنمية من ضيفي الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم والسادة والمشاهدين. أهلا بك. بداية مع بدء البنوك صرف قيمة شهادات ادخار قناة السويس كما تعلم بعد استثمارها لمدة بتقدر ب5 سنوات والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه، ما هي المكاسب الاقتصادية من محور تنمية قناة السويس؟ المكاسب الاقتصادية من محور تنمية قناة السويس ضخمة جدا. خلينا نتكلم في البداية، المحور تنمية قناة السويس ده حلم عاشه المصريين سنين طويلة. احنا بنتكلم ان احنا عايشين على 5% من مساحة مصر. احنا امتى هنبدأ نعمر الصحراء؟ احنا امتى هنبدأ نعمر سيناء؟ كان دايما الاحلام دي موجودة عندنا، كنا دايما بنشوف ان فيها علاج لمشاكلنا، فده كان دايما موضوع مفتوح في المناقشة، وهو ده اللي السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بدأ يعمله منذ توليه، انه حط ايده على اهم نقطة، اهم حتة في صحراء مصر ان احنا نطورها، كانت محور تنمية قناة السويس. مدن القناة، السويس، اسماعيلية، بورسعيد، المدن والاماكن اللي بطول القناة هي دي اهم منطقة لوجستية المفروض ان المصريين يهتموا بالاستثمار فيها، وده راجع لان اغلب التجارة العالمية بتمر من المنطقة دي. قد ايه انا كمواطن مصري كنت بحس بمشاعر سلبية جدا لما بشوف دول عندها قنوات ملاحية اصغر واقل في الاهمية من قناة السويس، وبشوف قد ايه هم بيستفيدوا من القنوات دي، قد ايه على جانبي القنوات دي في مشروعات صناعية وزراعية واستثمارات باشكالها المختلفة. فكان عندي الامل كمواطن مصري ان انا اشوف ده بيحصل في بلدي. اكتر حاجة احنا عملناها وكان اكبر تعبير عندها لما بدأنا نطور في قناة السويس، ودي كانت خطوة مهمة جدا. يعني احنا لازم نحط مسميات حقيقية للاشياء. السبب الرئيسي في انهيار القطاع العام في مصر وانهيار مصانع القطاع العام كان عدم تطويرها، كان عدم الصيانة ليها. فلما يبقى عندي مكان مهم جدا زي قناة السويس، كنت لازم أبدأ الأول إن أنا أحط إيدي على المكان ده وأشوف إيه المشكلات اللي بيمر بيها. قناة السويس كان بقى لها سنوات طويلة جدا، أكتر من 30 سنة بدون تطوير 30 سنة بدون تطوير. السفن الملاحية كانت تطورت وبدأ يبقى ليها غاطس بعمق أكبر، كانت القناة ما بتقدرش تستوعبه، فبالتالي كانت السفن الحديثة هتبدأ تترك القناة وتمر بطرق بديلة. فكان لازم أول حاجة نعملها إن احنا نبدأ نعمل تحديثات في المجرى الملاحي كمجرى ملاحي لاستثمار الأصل بتاعنا اللي هو قناة السويس، وللمحافظة عليه كرأس مال مصري أصيل. فكان أهم حاجة إن احنا نبدأ في تطويره عمق أكبر. كانت السفن بتنتظر أكتر من 10 ساعات لأن مش كل المناطق في المجرى الملاحي فيها ازدواجية، فكن لازم نعمل التطوير ده. ففي 35 كيلو متر أول حاجة دول تم شقهم طريق بالكامل بقى فيه ازدواجية، وتم تطوير وتعميق 35 كيلو تانيين، فإجمالي 72 كيلو متر تطوير للمجرى الملاحي كخطوة بداية تتم في خلال سنة. ده كان إنجاز مصري أصيل. يعني خليني أقول إن إحنا في الفترة دي كانت بتواجهنا مشكلات كبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي. ما كانش في ثقة عند المستثمرين الأجانب إن هم يجوا يستثمروا في مصر، فإحنا كنا محتاجين مشروع كبداية نعرضه على المستثمرين. هذه نقطة مهمة يا فندم، يعني كيف استطعنا جذب رؤوس أموال أجنبية؟ ما هي دي كانت البداية لكل شيء. أولا كان في شك في قدرة الشركات المصرية على الإنجاز، فلما تم تطوير 72 كيلو متر في المجرى الملاحي في خلال عام واحد، ده ادى ثقة لكل الدول الأجنبية في التعامل مع شركات المقاولات المصرية، ان الشركات المصرية لما بتحط خطة ويتوفر لها الأدوات بتقدر ان هي تحقق إنجاز. فده كان أول تعبير عن مدى قدرات الشركات المصرية والعامل المصري على تحقيق إنجاز. فاحنا كنا بنقدم نفسنا بده،
وخلينا نقول الحفلة اللي حصلت لافتتاح المجرى الملاحي، التطوير اللي حصل في المجرى الملاحي، الحفلة دي كان الهدف من خلالها هو التسويق والترويج للمشروعات الموجودة في محور تنمية قناة السويس. زي ما كنت بكلم حضرتك، دول أخرى عندها قنوات أقل في الأهمية من قناة السويس، لكن لو حضرتك شفتيها هتلاقي أن المشروعات الصناعية والاستثمارية دايما على ضفاف القنوات دي. ليه؟ السفن بتمر من هنا، ففي سهولة أن هي تنزل المواد الخام هنا وأن هي تاخد البضائع هنا، فده بيعمل ميزة للتصدير. نعم. يعني ميزة ان لو عندك مجرى ملاحي ان انت تحطي مصنع على المجرى الملاحي، ده تبقى ميزة بالنسبة لك انها تجيلك المواد الخام بتكاليف قليلة جدا، وهتقدري تصدري منتجاتك كمان باسعار قليلة. صحيح. جدا. فما كنش عندنا الميزة دي. لما جينا نفتتح التطوير بتاع المجرى الملاحي كنا بنعرض للعالم كله قد ايه جانبي المجرى الملاحي فاضيين، صحراء، رملة صفراء، تعالوا دي فرص واعدة للاستثمار في مكان فيه فرص مكسب حقيقية على اهم مجرى ملاحي. فكانت الحفلة للترويج للاستثمار في المنطقة دي. صحيح. العرض ده ما كانش مجرد ان احنا بنحتفل بان احنا عملنا هو ده كان املنا التطوير بس في المجرى الملاحي، لا، احنا عندنا خطة قومية لتنمية محور قناة السويس. الخطة دي بتمتد منين؟ بتمتد في كل مدن القناة وصولا بالعاصمة الإدارية الجديدة. بالتأكيد. لو أنا حبيت أنا كخبير للتشريعات الاقتصادية إن أنا أسمي المشروع ده، أنا هسمي المشروع ده مصر الجديدة. ليه؟ المستثمر الأجنبي لما هيجي في السنوات اللي جاية والمستثمر الموجود النهاردة ما بيتعاملش مع العاصمة القديمة، وما بيتعاملش مع الزحمة، وما بيتعاملش مع التكدس، وما بيتعاملش مع الفوضى. لا، النهاردة احنا عندنا في 6 مواني بيتم انشائها في منطقة محور تنمية قناة السويس، فده هيسمح بسيولة في دخول وخروج المنتجات. صحيح. والمواد الخام. كمان انا بدأت اعمل طرق جديدة تنقل المستثمر الأجنبي من المشروع بتاعه للعاصمة الإدارية الجديدة. يعني تم تطوير طريق السويس، وتم تطوير طريق العين السخنة، تم تطوير طريق بورسعيد. كلها بتسمح في خلال 30 دقيقة أن يجي المستثمر من مصنعه اللي موجود في المدن الجديدة اللي تم إنشائها زي مدينة الإسماعيلية الجديدة أو وادي التكنولوجيا، مدن محور تنمية قناة السويس، يقدر يجي للعاصمة الإدارية في خلال نص ساعة. فهو مش هيشوف زحمة، هو مش هيشوف فوضى، هو هيشوف في تكنولوجيا حديثة، هيشوف في طرق وبدائل للاتصالات الحديثة، فهيقدر يخلص التصاريح والتراخيص بتاعة مشروعه في سهولة ويسر. هيقدر ينزل في مطار جديد، في مطار جديد بيتعمل في سينا، في مطار جديد المفروض انه يتعمل في العين السخنة. ففي تطوير شامل للمنطقة بالكامل لجذب الاستثمار. طيب السؤال ايضا يا فندم، يعني ما حجم الاستثمارات المتوقعة من مشروع تنمية قناة السويس؟ احنا على ارض الواقع النهاردة المنطقة الصينية تم افتتاحها. المنطقة الصينية منطقة استثمارية متكاملة فيها صناعات حديثة على الصناعة المصرية. يعني احنا ما كانش عندنا في السابق صناعة لحفارات البترول او لمواسير الحفر البترولية. احنا كنا في السابق لما بنيجي نعمل مشروع بترولي بنعتمد على النوهاو بتاع الشريك الاجنبي او المعدات اللي بيجيبها الشريك الاجنبي. النهارده في مصنع اتفتح في محور تنمية قناة السويس لصناعة حفارات البترول، وده معناه ان احنا هيبقى عندنا طفرة في المستقبل في الصناعة دي. بقى عندي النهاردة في الفايبر جلاس اول مصنع بيتعمل في مصر لتصنيع الفايبر جلاس، بقى في عندي طرق لصناعة النسيج والصناعات البلاستيكية اللي كلها هيتم تغذيتها من خلال الاكتشافات الغازية اللي مصر اكتشفتها في السنوات اللي فاتت. يعني على عكس من الناس بتتخيل ان الغاز المصري كنا في السابق بنصدره كمادة خام، لا، السنين الجاية احنا هنقدر نستفيد من الغاز المصري استفادة حقيقية، لان خلاص في مصانع تم انشائها هتاخد الاستخلاص بتاع الغاز ده، والمواد الخام الناتجة عنده هتبدأ تدخل في صناعات مصرية حقيقية، فده هيبدأ يحيي صناعة الصناعات البلاستيكية وصناعة الغزل والنسيج. بالاضافة طبعا ان في نقل تكنولوجيا كامل بيحصل في وادي التكنولوجيا، ففي على أرض الواقع النهاردة أكتر من 100,000 عامل بيشتغلوا في المصانع دي. وبالمناسبة زي ما المنطقة الصينية اتفتحت، زي ما بدأ يتعمل مشروعات سياحية في نفس المنطقة عشان تخدم على المصانع، المصانع دي ليها أعضاء مجلس إدارة وليها فنيين وليها خبراء أجانب بيشتغلوا فيها، فبدأ يتعمل فنادق، وبدأ فعلا تم افتتاح فنادق منها. ففي مصانع شغالة وصناعات حديثة ما كانتش موجودة. صحيح. في مصر في طفرة كاملة حصلت في المنطقة دي. الطفرة دي بتخدمك بالكامل. يعني احنا فكرنا يا ترى اي مستثمر انا عشان اجتذب واجيبه هنا ايه الاحتياجات بتاعته؟ فاحتياجه ان يبقى في مينا سريع، يبقى في مينا بيدخل له المواد الخام بسرعة. فعملنا مواني، 6 مواني جديدة. كنا محتاجين ان احنا ننقل المستثمر ما بين الضفة الغربية والضفة الشرقية لقناة السويس بسهولة، فبدأنا نعمل 4 انفاق جديدة.
في خطة متكاملة صحيح. لتطوير المنطقة وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة عشان تبقى المنطقة دي كلها بتعبر عن مصر الجديدة. خلينا نعرف من حضرتك يعني أوجه الاستفادة من تحويل المشروع أو تحويل مشروع مصر إلى مركز لوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر على التجارة العالمية. بكل بساطة وزي ما السادة المشاهدين يبقوا عارفين ان الحرب العالمية دايما الحروب العالمية الاولى والتانية كان هدفها السيطرة على مقاليد التجارة الدولية، فاذا التجارة الدولية دي هي اكتر حاجة الدول بتهتم وبتسعى للسيطرة عليها، كل دولة عايزة يبقى عندها سيطرة اقتصادية على التجارة الدولية. طب احنا كمصر وبيمر من عندنا اهم مجرى ملاحي بتمر من خلاله التجارة الدولية، ازاي ما يكونش عندنا استفادة من ده؟ طب احنا نقدر نستفيد من خلال التجارة الدولية دي ازاي؟ نقدر نستفيد ان احنا يبقى عندنا مناطق تخزين، نقدر نفتح في محور تنمية قناة السويس مناطق تخزين، ودي بيتم تأهيلها دلوقتي تبقى مركز لتوزيع البضائع على مستوى الشرق الاوسط زي ما حاصل في جبل علي وفي دبي، ان بقى في مراكز لتوزيع المنتجات في المنطقة المحيطة بيهم. فمش بمجرد بس ان احنا بنعمل مناطق صناعية، لا، مناطق للدعم اللوجستي، هيبقى في مناطق للتخزين وهيبقى في مناطق للتصدير، وكمان في مناطق حرة، في اكتر من 12 منطقة حرة مصر بتعملهم في الفترة دي. المناطق الحرة دي بيكون التصدير فيها بالكامل بإعفاءات جمركية كاملة، فبالتالي ده هيدي ميزة تنافسية للمنتج اللي هيتصنع في مصر، وبيخدم ده بالتأكيد العلاقات التاريخية لمصر بدول الشرق الأوسط واتفاقيات تحرير التجارة زي اتفاقية الكوميسا واتفاقيات مصر محرراها. ده يسمح لك أو يسمح للمستثمر المحلي والأجنبي أنه يصنع في منطقة حرة في قناة السويس، وأنه يدخل المواد الخام بتاعته بسهولة ويسر، ويقدر بعد كده يصدر المنتجات بتاعته معفاة تماما من الجمارك، وهو قريب من المجرى الملاحي، فتكاليف النقل قليلة بالنسبة له، تكاليف الوقود قليلة بالنسبة له، فده بيديله ميزة تنافسية في تصدير صحيح. منتجاته، فبالتالي هذه المنطقة أصبحت منطقة جاذبة للتصنيع فيها والاستثمار فيها. بس احنا كان يعني حقيقي الأحلام شيء جميل، وحقيقي ان احنا لازم يكون عندنا طموح، لكن تحقيق الطموح ده على أرض الواقع محتاج عمل شاق ومحتاج كفاح ومحتاج اجتهاد. بسهولة احنا اتكلمنا على تطوير المنطقة، لكن ما اتكلمناش قد ايه شق الصحراء ده احتاج وقت عشان طبعا. نعمل طرق وتكاليف عشان اعمل تطوير عمراني في منطقة صناعية. انا محتاج ان انا اعمل المنطقة دي محطات كهرباء ومحطات مية وبنية تحتية متكاملة ليها تكاليف. يعني انا قبل ما هجيب صاحب مصنع اقول له تعالى اقعد في حتة الصحراء دي، كنت لازم امهد الصحراء، لازم اشق طريق، لازم اعمل بنية تحتية، ولازم اعمل مدينة سكنية عشان العمالة بتاعت المصانع دي كمان تقيم فيها طبعا. فالنهاردة في عندي كذا مدينة جديدة في محور تنمية قناة السويس، مدينة غرب بورسعيد ومدينة اسماعيلية الجديدة ووادي التكنولوجيا ومنطقة الامل، فانت بتتكلمي في نهضة عمرانية متكاملة تشمل ان احنا بنعمل مدن سكنية ومناطق صناعية ومناطق حرة وتطوير متكامل للمنطقة. انا في تصوري ان احنا النهاردة بيعود علينا من اول يوم احنا اشتغلنا في الموضوع ده في عوائد اقتصادية، لان الشركات اللي قامت بالمشروع وبتقوم به هي شركات مصرية اصيلة طبعا. والعمال اللي بينجزوا هذا المشروع هم عمال مصريين، فبالتالي في تشغيل تام حصل من اول ما اشتغلنا في المنطقة دي، وفي عوائد اقتصادية هتتعاظم هذه العوائد في خلال الخمس سنين الجايين، لان فعلا مرحلة البنية التحتية احنا انتهينا منها، مرحلة الخطوط والطرق والمنشآت الاساسية تمت صحيح. فاحنا النهارده بقينا مؤهلين بعد كمان صدور قانون الاستثمار الجديد ان خلاص المستثمر الاجنبي بقى شايف فرصة المكسب الواعدة في المنطقة دي. طيب يا فندم، اين البعض يتساءل منذ افتتاح قناة السويس حتى الان ماذا اضافت للاقتصاد المصري؟ زي ما احنا اتكلمنا ان انا مبدئيا في 100,000 عامل النهارده بيشتغلوا في المنطقة الصينية اللي هي اول منطقة تم افتتاحها. حضرتك طبعا بتتكلم على البطالة. انا بتكلم على البطالة، دي استفادة حقيقية بالنسبة لي. والاستفادة الاقتصادية هو انا لما اشغل شركات المقاولات المصرية في تطوير المنطقة دي، ودي مش استفادة، انا اشغل العمالة المصرية في تطوير المنطقة ككل، مش بتكلم على العمالة اللي في المصانع، انا بتكلم هو مين اللي مهد الصحراء؟ شركة مصرية. مين اللي شق الطريق؟ ما هي شركة مصرية عملت وحققت مكسب وحققت انجاز. الشركات اللي بتقوم النهاردة في اللحظة الحالية بتطوير المواني، انا بتكلم في 6 مواني، الشركات اللي بتحفر الانفاق، الصناعات الجديدة، احنا ما كانش عندنا تكنولوجيا ولا خطوط انتاج نعمل بيها حفار بترول ولا نعمل بيها فايبر جلاس، ما كانش عندنا النو هاو ده، فان انت تكتزي باصحاب التكنولوجيا ان هم يبقوا موجودين عندنا، ده عائد مهم جدا للاقتصاد المصري. فاحنا من اول يوم فكرنا في تطوير المجرى الملاحي واحنا بنكسب، لان احنا كسبنا تشغيل الشركات المصرية في وقت البلد كانت بتعاني فيه من الركود والكساد، فده تتبعه
ان كل السلع الوسيطه تم شغلها وتم تشغيلها في مصر، ففي عوائد اقتصاديه من اول يوم للمشروع. وانا بتمنى ان الحكومه المصريه تتبنى مشروعات قوميه اخرى، وان الشعب يبدا يساهم فيها من خلال برضو فكره الشهادات، لان المصريين مخلصين ووطنيين جدا، وده مش اول مره بيظبط في مشروع قناه السويس، ده حصل قبل كده في بناء السد العالي، واي مشروع قومي بيتطلب مساهمه المصريين اكيد هم بيقوموا. لازم كمان نؤكد ان مصر وفت بتعهداتها. اكيد طبعا، ودي نقطة مهمة وغاية في الخطورة. المشروع ده تحارب للأسف يعني حروب شرسة جدا، صحيح. وفي تضليل إعلامي كبير حصل للمشروع ده، وأنا غير خافي عليا، يعني أنا لما بشوف الحرب الإعلامية اللي بتتعمل ضد مشروع تنمية قناة السويس بفتكر فورا العدوان الثلاثي اللي حصل على مصر أول لما مصر أممت قناة السويس. ده بيؤكد لي قد إيه القناة دي مهمة بالنسبة لمصر ومهمة بالنسبة للعالم، وقد إيه إن في دول على مستوى العالم رافضة إن مصر تطور القناة دي أو تعمل مشاريع حواليها، لان احنا لما هنعمل كده هناخد من حصة التجارة الدولية. نعم. ومحدش عايز حد ياخد من حصته او ياخد من نفوذه التجاري الدولي. صحيح. فالمشروع ده تم محاربته قبل كده بعدوان ثلاثي بادوات حربية وعسكرية مباشرة. تطورت الحروب دي النهاردة ان هي بقت حروب اعلامية بحتة. ما كانش غريب عليا ان الحروب دي تكون جايه من خارج مصر، الغريب عليا ان انا اشوف الحروب دي جايه من جوه مصر، لان انا كمواطن انا شايف المشروع ده بيعبر عن طموحات احنا عشنا سنين مستنيين نعمر سينا. بالتأكيد. اما اشوف النهارده في اربع انفاق بيوصلوني لسينا. نعم. بسهوله، اما اشوف في مناطق صناعيه ومناطق حره وزراعيه جوه سينا، ده شيء بيدعوني انا للفخر. صحيح. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، كنت معي في هذه الفقره الدكتور احمد سعيد استاذ القانون التجاري الدولي بالجامعه البريطانيه، شكرا جدا لحضرتك يا فندم وجودك معنا. شرفت بك. مشاهدينا شكرا موصول لحضراتكم أيضا على حسن المتابعة، كنت معكم في هذه الحلقة من ما وراء الحدث، نانسي نور، إلى اللقاء.